بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم كيف كتشوفوا غادي نديروا هذا الساندويش بواحد لاصوص اللي رائعه ولذيذه. بلا ما نزيد نطول عليكم دخلوا معايا الفيديو باش تكتشفوا الوصفه ديال اليوم. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. اول حاجه خدينا الكفته. غادي تاخذوا العدد اللي غادي يكفيكم ولا القياس اللي يكفيكم. وبالنسبه للتوابل خدينا الملح. هنا خديت نصف ملعقه الملح، ربع ملعقه صغيره البزار او الفلفل الاسود، ملعقه صغيره ديال بودره الثوم او الثوم مجفف، الا ما كانش تقدروا ديروا واحد الراس ديال الثوم ولا جوج. هنا عندنا ملعقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، وملعقه صغيره ديال بودره البصل اللي كتعطينا تيوح المذاق اللي زوين في الكفته. هنا عندي ملعقه صغيره ديال القزبر يابس. غادي نديرو هاد التوابل في الكفته ديالنا وغادي نخلطوها مزيان. غادي نخلطوها حتى تنسم بها ونحطوها جانبا. عاد غادي نمشيو نحضروا باقي المقادير وباقي المراحل اللي خاصنا نديرو. غادي ناخذوا الكفته ديالنا. اول حاجه غادي ناخذوا واحد الكيس بلاستيكي هكا قطعته قياس هذا الاطار، كيس بلاستيكي وكاين فيه بحال هكذا. غادي تاخذوا هكا الكيس بلاستيكي وغادي تاخذوا الكفته وغادي تحاولوا تقرصوها رقيقه بزاف على هذا الاطار باش يجينا قد قد، يجيونا كاملين قياس واحد. غادي نسرحوهم هكذا وغادي نديرهم في المجمد حتى كيجمدوا لينا. كنديروا الكيس بلاستيكي باش كيبقاو محافظين على هذا الشكل دائري، كيجمدوا راه كنحيدوا البلاستيك وكنديرهم يتقلاو. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديروا في الفيديو. صافي كنبقى نوزع هكا باش كتجينا طبقه اللي هي رقيقه ديال الكفته وكتجي بشكل متساوي كيف كتشوفوا. غادي نحيدو الاطار غير بشويه. الا كانت كتلصق لينا الكفته في يدينا من الاحسن دهنو يدينا بشويه ديال الماء. صافي فاش كتولي لينا هكا بشكل دائري غادي ناخذو الكيس بلاستيكي الاخر. غادي نخليوها هكا. غادي نديوها للفريغو او للمجمد ونخليوها تجمد. نفس الطريقه غادي نديروها للكفته كامله. كناخذوا الكيس بلاستيكي غادي نديروا الاطار. نفس الطريقه غادي ناخذوا واحد القياس للكفته وغادي نسرحوها. من الاحسن تكون رقيقه. كنديروا القياس وكنبداو نسرحوا مزيان. فاش كنسرحوها كنحيدوا الاناء اولا الاطار، نحيدوا الاطار غير بشويه. نفس الطريقه غنبقى غادا بها حتى نكملوا الكميه ديال الكفته اللي عندنا كامله. هنا اللي كملتها راه كنديها للمجمد. بالنسبه لخبز الساندويش انا درت هذا النوع اللي جاهز، يعني خبيزات وقطعتهم بالاطار. غادي ناخذ واحد المقيله، غادي ناخذ غير ورق المطبخ وغادي ندهنوا هكا المقيله بشويه ديال الزيت. غادي نبداو نحمصوا هذا الخبز، نشفوه باش حتى الا درنا لاصوص ما ينشفش لينا، ما تشربش لينا لاصوص مزيان. كيجينا هكا محمص مزيان. انا غادي نكمل بهذه الطريقه كيتحمص لينا بحال هكا. غادي نكمل حتى نقادهم كاملين حتى كنحمصهم كاملين الخبز كامل. بالنسبه للكفته اللي درناها في الفريغو راه كنلقاوها جمدات. هذه الكفته الاولى يعني الا جينا الاخر كتلقاوها بارده وبدات كتجمد. صافي غادي نبداو نقليوها. غادي نحيدوها من هذا الكيس البلاستيكي وغادي نحطوها مباشره في المقلاه اللي دهناها بواحد شويه ديال الزيت.
عادي غادي نهزو نحطوها. بسم الله. غادي نبداو نحطو الكفته ونخليوها طيب. غادي نبداو نقلبوها كل مره من هاد الجهه ومن هاد الجهه حتى تطيب ليا. غادي نبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى نكملو الكفته ديالنا كامله. المهم كل مره كنبدا نقلب فيها حتى تطيب. النار كديرو متوسطة حتى العالية. غادي نبقى هكا كنقلب فيهم حتى كيطيبو لينا. نزيدو نقلبوها من هاد الجهة و الجهة لاخرى حتى كطيب مزيان. صافي غادي نحيدوها. نفس الطريقة غادي نبقاو غاديين بيها كنكملو الكمية اللي عندنا ديال الكفتة كاملة. وهي كطلق الزيت بلا ما ديروها. كيف كتشوفو الكفتة راه طابت كنبقى غادا بنفس الطريقة حتى كنكملو الكمية اللي عندنا كاملة. غادي نخليو الكفته اللي وجدنا جانبا وغادي نمشيو نوجدو لاصوص. غادي خصنا نص كاس ديال الماء وهنا عندي 7 المثلثات ديال الفرماج. غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي ونخلطوهم. بالنسبه للفرماج والماء هكا كيجينا كنطحنوه مع الماء في الخلاط الكهربائي. غادي نوجدو الفرماج اللي مربع، من الاحسن يكون هذا النوع ديال الشيدار. وبالنسبه للتوابل هنا عندي 4 ملعقة صغيره البزار و4 ملعقة صغيره الملح ونصف ملعقه صغيره ديال بودره الثوم اللي كنسمو بهم هذا لاصوص ديال الفرماج. وغادي نبداو. غادي ناخذ مقلاه صغيره اولا كاسرونه على حسب متوفر. غادي ندير ملعقه كبيره ديال الزيت نباتي وغادي نديرو هاد التوابل اللي قلنا. غادي نخلطو مزيان مع هاد الزيت حتى كيتجانسو كيولي لينا خليط واحد. وغادي نبداو نزيدو الخليط وغادي نديرو الفرماج اللي صايبنا مع التحريك المستمر. كنحطو حنا كنحركو كنبقاو نحركو هكذا كنديرو الفرماج كامل مع التحريك المستمر. نبقى نحرك حتى كيبان ليا هاد الفرماج بدا كيختار. وغادي نبدا نزيد الفرماج اللي مربع. بسم الله. كل وحده كنزيدها. غادي نبدا نخلط مزيان حتى تذوب لينا هاد الكاسرونه اولا فهاد المقلاه. بالنسبه للعافيه راه دايرين متوسطه كتبدا تذوب. كنزيد الاخرى وكنبقى غاده. كنبقاو ندوبو بوحده بوحده وحنا تنحركو. كنبقاو التحريك المستمر. كنبقاو نحركو من الاحسن نديرو هاد الطراب اليداوي.
وبالنسبه للون ديال الفرماج اما كتكتفيو به هكا اما كتزيدوا الملون او الزعفران باش كيعطيكم داك اللون الصفر. انا غادي نخليه بحال هكا باش يجينا طبيعي. غادي نبدا ندوب في الفرماج. نخلي هاد اخر فرماجة تذوب الراسه. صافي كيف كتشوفوا هذا هو القوام. نستنى غير تذوب لينا الفرماجة. غادي نبداو نوجدو هاد لي ساندويتش ديالنا. غادي نبداو نديرو لاصوص. هنا الصوص برجر اللي درت غادي نسرحوها باش كتجينا. كنزيدو نددو الساندويتش اولا البرجر ديالنا. غادي نسرحوها بحال هكذا. وغادي نستمر بهذه الطريقه. والجهه الاخرى الا بغيتو ديروا فيها كيتشوب ولا ديروا فيها شي صوص اخرى باش يجيكم بنينه. في الجهه الاخرى درنا كيتشوب حتى هي غادي نسرحوها اللي حتى هي كتبن لينا. تقدروا ديروا الحار الا كان كيعجبكم الحار. المهم غادي ديروا على حساب الذوق ديالكم. ثاني حاجه غادي نديروا الكفته مباشره. غادي نديروها من مورا ديك لاصوص نحطوها بحال هكذا. غادي نديروا الفرماج من الفوق كلهم بنفس الطريقه. نتوما تقدروا ديروا الطريقه اللي عجباتكم. غادي نعاودو نزيدو كفته اخرى. وبالنسبه للصوص كنزيدو نسخنوها في اخر لحظه باش كنديروها من الفوق هكذاك كتجينا رائعه. غادي نكبوها من فوق الساندويتش. كيف كتشوفوا معايا لاصوص كتجينا خاطره ورائعه. دابا ما بقى لينا غير نديروا هاد لاصوص فوق هاد الكفته ديالنا اللي كتجينا رائعه وكتعطي واحد اللذه للساندويتش كيجينا لذيذ بزاف. غادي نديرها للساندويتشات كاملين. غادي نديرو فوق هاد الفرماج غادي نديرو المطيشه والبصله على حساب الذوق ديالكم الا بغيتوها. وغادي نسدو هاد الساندويتش هكذا بهاد الطريقه. نفس الطريقه غنبقى غدا بها في لي ساندويتش كاملين. يعني غادي نديرو المطيشه والبصله وغادي نسدو الساندويتش ديالنا. نتمنى الساندويتش ديال اليوم يكون يعجبكم. هو كيجي رائع ولذيذ بنين اكثريه بهذيك لاصوص اللي حضرنا. كيعجب الصغار والكبار كيف كتشوفوا سهل. غادي نكمل انا بنفس الطريقه حتى نكملوا لي ساندويتش اللي عندنا كاملين. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا اللي كيجينا لذيذ كيف كتشوفوا. كيجي رائع بزاف وبنين. نتمنى انه يعجبكم وديروا حتى نتوما في ديوركم وتستمتعوا باللذه ديالو. وبلا ما نزيد نطول عليكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر في قناتكم ساميه فود. سلامه.